وسهلا فيكم، تشرفتوا. قبل ما اروح على الجيم عن جد عندي كم شغله بدي اكل، يعني انه كثير جوعان بدي اكل اكل صحي. بعدني عايم من النوم وعن جد لبست بسرعه وبدي اكل لاطلع لحق حالي على الجيم هلا. هبلش بهيدا الطبق الصحي. ما بدكم تتفضلوا؟ الأكل كتير طيب عن جد. بعد شوي لما نروح على الجيم ونخلص هنعمل فوتوشوت، أوكي؟ بس خليني آكل شوي إنه عن جد بعدني كتير جوعان يعني. بشكر مروة كتير لأنه صار عند أنا خلتني صور سابلوت لإلي وعن جد هون بتفرجي حياتي برات المكتب كيف بتكون، كيف أنا بروح على الجيم وكيف أنا بحب الرياضة وكيف أنا بضيع وقتي مثلا بالفوتوغرافي وبالأسترونومي والخبريات. اخر شيء عن جد قد ايه حكيت ومدري شو، انه اخر شيء عن جد طلعوا لي سابلوت لإلي وثانك يو كثير لمروة. كيفك مسيو مخرج؟ على فكرة المايك تبعكم بخرب لي تيابي يعني. بعدين sorry madam. We have a customer in the fitting room. Where's Huwaida? She's there in the fitting room. We have a guest. Okay. صباح الخير. ما حتخلوا المرة تشتغل على فكرة. راح ثلاث أرباع زباينا راح يهربوا منكم. هاي. هاي. عم بقولوا ما حتخلوا المرة تشتغل. كيفك؟ شو شكلك حلو من الصبح. Thank you. تنكش. كثير لابق لك حبيبتي. فيك تشربينا قهوة جي؟ ايه جي؟ هي هي عارفة عارفة شباب قولوا لها جي تعملنا قهوة. هي بس بتشوفني بتعرف بتشوفك بتعمل قهوة اصلا. شو الأخبار؟ منيحة. أنت كيفك؟ عم بتلحقي بين شغلك والشباب؟ الشبيبة؟ العشاء؟ بتعرفي عم بحاول أنساهم مشان أقدر أركز بس أم فاين سو فار. بعدين صرنا رفقات كلياتنا بعدين طب. طب وزباينك بيرضوا؟ لا ما هو هلا قلت لهم يعملوا لي انه نكتب على الباب انه بليز استعملوا الباب الثاني بليز مشان ما يفوتوا يتفاجئوا يلاقوا كاميرات. بس عادي لانه مو كل المحل فيه كاميرات، في اماكن اهم شيء فيتنج روم فيتنج والمكتب اللي تحت اهم شيء. لا نحن بس بالصالونات ويك اند اليوم بتعرفي طبعا ما عندك وقت حبيبتي تقعدي في البيت. كيف كنت حدي انت عشان انت صغير فيك تجي حدي. تعي لعندي انت، هي فيها تاخذ كرسي لحالك. كيفك؟ لا تعي لعندي هون في منيح منيح. شو عم تعمل اليوم؟ تعي قدامي. ولا شيء؟ ليش ولا شيء؟ ما بعرف. ما بتعرف ليه؟ ما بيعرف ماجد. ايه ما عم يعمل ولا شيء ولا شيء. ماجد كم شغله صار؟ قاعد قاعد ماجد قاعد بس. لا كنت عم ساعدهم. كنت عم تساعدهم؟ ايه الله يخلف. اخترب الفساتين اذا كان عم بيساعدهم. وذات شوغر رايت؟ يس. ثانك يو. بيساعد فريق التصوير. بتساعد فريق التصوير؟ كيف رضاك عنه؟ عمل لك في احلى من هيك؟ كيفك جودية؟ منيحة. شو بكي؟ بيسمعوا صوتك بيركضوا لتحت. حبيبتي. امتى حنروح شوبينج؟ انا وانت شو لك علاقة فيها؟ مش فاضية هي حبيبتي. اسألية. أسألة؟ امتى فينا نروح انا ورفيقتي جودي؟
امتى ما بدكم؟ بس هديك المره الاشياء اللي جبتوها كثير حلوه يعني انا موافقه عليها، بس ما بعرف ليش لإلي بتقلي لا لإلك بتقلك ايه؟ لان انا وياه عندنا نفس الذوق. قولي لي واي. لانه ماما انت كثير ماتشور، انت عمرك يعني ماتشور. ماما وصلي لعندك كلمه تعمير وقتيهم احسن ما اطلقك كف هالحركة. بصراحه جودي اليوم جابت العيد بما معناه انه خربت الدنيا، حسيت انه هو اذا كان وده تخنقها وتخنقني اكثر من هيك. لا ما انا امي جودي جودي عادي حبيبتي قولي لا لا الله لا. لانه ماما فيري ماتشور وهيك، انت يعني بتفهمي على عمري. بس ماما انت اوكي لك، لانه انت ما بتخيطي يعني لاولاد اللي عمري، انت بتخيطي للكبار. شايفه شو دبلوماسيه عم تعملي بنتك لطيفه. هو قال شالك يو دونت اندرستاند. بحب انه اروح شوبينج مع ميسا اكثر، احيانا اكثر من ماما، لانه ماما يعني كبرت وصارت ماتشر، وماما كمان تخيط ل عالم الكبار والنسوان الكبار وما بتخيط للولاد. فميسا بتفهم علي أكتر بالستايل وبالطريقة اللبس. أنا بقول لك شغلة، لأن أنا وجودي كنا بنشتري نفس القطع عن جد، أنا وياها ذوقنا مثل بعض. ازعلي هويتا صح؟ You remember؟ أنا قبل بنلبس أنا وأنت التيشيرتس اللي اشترينا مع بعض، بنطلع أنا وأنت نعمل فيهم شوبينج مع بعض. ماما understand also لأنه جودي تلبس ثياب ماما، فيعني thank you ماما مثل thank you ماجد. جودي كانت عم تحكي إنه بتعمل shopping أحسن مع ميسا، بس عمل defending لماما وقلت لها إنه في ثياب عند ماما جودي بتلبسون، ماما بتعرف الستايل تبعي جودي. thank you. واخ يا ربي. يلا روح كمل وانت good luck for your homework. اوكي ثانك يو. ماما ما بقى تقومي عن المكتب لتخلص الهوم ورك اوكي، مشان نكون فري اذا بدنا نعمل شيء. اوكي يلا كبرانه ما شاء الله. كثير بحب انه بنتي كثير صريحه، بتحكي كل شيء بصراحه، بس كمان هي لطيفه يعني بتعطي الفكره بطريقه كثير لطيفه وبتظبطها يعني. كانت شوي جارحة بس لطيفة. أول شيء جودي أحبها كثير لأن شيز ما شاء الله عليها لا إله إلا الله، سابقة عمرها بكثير يعني، مش مثل البنات اللي في عمرها. أنا enjoy shopping with her، أنا أستمتع أروح أسوي shopping معها لأن أتذكر نفسي وأنا بعمرها. أذواقنا متقاربة لأن أنا أحب ألبس الأشياء الفريش اللي مش كثير دائما فورمال، إلا إذا دعت الضرورة إلا في المكتب أو عندي مناسبة أو هذا. فإحنا أذواقنا متقاربة، وهو إذا بتطفش بتروح معها شوبينج بتجننها يعني، كل شيء بتنقيه هو إذا ما بيعجبها لجودي. شفتي حرام شو اسمها؟ مايوة. يا حرام مسكينة. أنا زعلانة عليها تصدقين في الأول جد 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 يعني، كان ودي اخنقها واحنا في لبنان عارفه تبع البرايفسي بتكون عندك بتوصل لعندك وانه اي كانت وبادجت، بس حرام عن جد صارت علي. لا هي كثير طيبه. لا بس كم مقلب انت في حد في بس الدنيا بس نحن كثير يعني انا وياكي ويدا في مرض وحده على اليمين وحده على الشمال المرض استبحس حق الحواجب حقك اي والغبس وهي صدقتك. هلا هي حرام كانت بس هي ما بعرف كيف يعني انا استغربت، هي كانت بين مصدقه بين مو مصدقه ما بعرف، بس هي لان ما في بيني وبينها مزح فما توقعتني اني امزح مع عمون عليها. انا اول امبارح لما اقولها احترمي نفسك هات البيتزا وهي لا لا ثانك يو. بس كثير طيبه هي حرام متعاونه كثير، بس بده الواحد يفهمها. صباح الخير عظيم، جيتوا في وقتكم. طيب هتحفظوا؟ ماشي. دي انا كتبت عليهم فراجايل، هنلزق عليهم الورقه الحمراء دي عشان ما يتكسروش. ففي دي وفي دي دول انا هديهم. نورا لا حبيبتي ناطرتك انا. ايه ناطرتك. طيب ثانية هخلص معايا الناس دي كمان، ودي ودي هيروحوا عند الباب، ودول دول خليهم.
اوكي ميرسي تعالك. هتعملي ايه من غيري لما تروحي دبي؟ هتعملي ايه من غيري؟ تندهي على مين؟ بدك تخبريني اكزاكتلي شو صار هون لما كنا بدبي؟ ولا حاجة، عملنا حفلة في المكتب وعزمنا الناس كلها. لا عنجد أنا بصدقك، أنت بتعرفي إنه بصدقك. لا بعرف قد إيه كلفت الحفلة؟ لا عملنا حفلة وعزمنا أصحابنا وبهدلنا الدنيا خالص في المكتب وبوظنا سمعة الشركة. ما كان في شغل ها؟ لا ولا حاجة. مفيش، أنا خدت داي أوف وراشيل خدت داي أوف. أنا رحت البحر زي ما أنت شايفة، ورحت عملت يوجا بقالي كتير، يعني ما بتحركش خالص غير في المكتب. اوكي يعني ما كان عندك شيء فظيع تعمليه بال فاشن لاين؟ كيف ما عم تقدموا هاي اللي بيتكلم بقول له بحطه اون هولد. مبروك اول شيء، مبروك لنا، مبروك للكرو لهالبوكس الحلوه. عكس اللون اللي انا فيه هلا، انا يعني مفروض كون عم بكبس احمر، بفتكر هو احمر التعصيب لانه جاي من دبي وستريس يعني، وهونيك صار معي كثير ستريس. اوكي رح اكد لك هذا الشيء، بدي اشوف مع نجيب. اوكي باي باي نورا، بدي اتاكد. اوكي هول الايكويبمنت صاروا رايحين. بصي في حاجه واحده بس، في ثلاث شنط ساوند اكويبمنت ومايكس ساوند، كل الساوند في ثلاثه حاجات ساوند. الكابلات، كل الكابلات، كل حاجه، البرويت كله متسطف في اماكنه ما عدا الحاجات اللي بنستعملها. اوكي تاكدت كمال رخصه الترانسبور كرمال ال كله؟ اوكي انا بدي اتاكد انه انت مسؤول عن هذا الشيء، هذا اخر شيء رح تعمليه. ما تطلعي فيك وبعدين هتسيبيني يا مروه. لا بس يعني بدي حدا يكون يعني كل شيء خاصه بلبنان كون انا اقدر اتكل عليكي. اوكي اوكي بيرفكت. اوكي هي بدا احمر، بدا احمر لانه بس انه بليز اذا كل واحد منكم فيه يتخيل انه تخيلوا اللي عنده شركه مثلا، تخيلوا انه الشركه بنهار ونص لازم تنقلوها ببلد تاني، وهذا اللي عم بيصير. يعني انا بنهار ونص بدي سفر كل الكرو، احجز لوكيشن من بيروت، انا قاعده من بيروت، كل حاجة. اوكي خلاص نورا ثانكس كتير. اوكي هبعت لك الميل اللي انت بتقولي ما جالكيش ده. ايه طيب انا لازم انزل اكلم. يلا انا طيب. لازم كافي. ثانكس، سي يو. تروحي دبي من غيري. ببعت لك صور. لا مش لازم، ببعت لك انا. الو قولي لي وين صرنا؟ وين انا كثير مبسوطه هلا، حسيت حالي هلا عم بشتغل. طبعا هلا نحن عم نشتغل. هلا قالوا لي انه التركيز كله على هلا. نحن اتفقنا ام بي اتش ولا ام اتش؟ ما يسباي هويدا بس لما عم نختصر ام اتش. اي اختصار اوكي. ليش بيتموا بيقولوا لي ام بي اتش يا شباب؟ لا بقى تقولوا لي ام بي اتش، ما في ام بي اتش. ام اتش ما يسباي هويدا، والبي اكلتها هويدا، شربت على كوبايه سعوده. كتير في عندي افكار بدي ارتبها لحتى بدي اعمل سكادجول لشغل الام اتش. شو بدي اعمل كل يوم بيومه لاني انا هيك معوده، فكل التركيز عليه، فلازم يعني نحن اشياء كنا. شوفي انا الشق اللي بخصني انا خلصته. العلامه خلاص مسجله سواء في البلدان العربيه بامريكا وبيوروب واردن، فاضل تشاينا وهذا وار وركين اون ات. اليوم الصبح كان مكلمني المحامي everything is okay. يعني كنت مثلا عم فكر انه نعمل شوتينج فوتو شوت لإلك بالفساتين، انه كنت مشان اخذ راحتي بالشغل انه ابعد. هلا عم كمان وتست الفيدباك حق الناس exactly. عليه. هلا انا هي موضوع الصور في هلا مين رح يصور؟ هي دقيقه ماجد شوفي لما بدك يا شغله سكرتير جي. لا لما بدك ماجد بيختفي، ما بدي اياه خل انا كان في كتالوج
اوكي ات واز اقلبي حبيبتي جي هاي ماجد هاف ماي كاتالوج وود يو بليز تيل هيم تو برينج ات فور مي بليز جي الصور بتطير العقل وهي مجله مصور هاي المجله رانديفو لنايمن لنايمن هو وكيلهم لا اكيد لا انا هذا كنت ابغى اقول لك عندنا مصورين بيطيروا العقل العرب يعني ام نوت اندر استيميتين بس احنا التارجت حقنا انترناشونال فلازم يكون شيء بمقاييس عالميه حتى لو اهلا اهلا ثانك يو يا ممكن افهم شو عم تعمل انت ماجازين مود ماجازين ماما قالت لي جيبه ماما قالت لك جيبه طيب ثانك يو ماجد نايس فانا قلت خليني بس قلت لنقعد نحكي انا وياكي بدي احكي مع نايمن اوكي احكي معه هلا بده يكلفنا كثير بس احسن الغالي حقه فيه يا هويدا في كل شيء في الحياه حكيت فيها انا وميسا بخصوص التصوير بخصوص الفيتنج اللي بدنا نعمله كلياته اتفقنا عليه بقيان يعني انا بس اتواصل مع نايمن اذا بنقدر نجيب هذا الفوتوغرافر بكون عن جد انا كثير مبسوطه حلوين شايفه حلوين كثير بصراحه هلا شغله ثانيه اللي انا خاطرت لي الفكره الثانيه انه خلينا نعملها مو اوفيشال يعني شغله هيك مثل بيننا وبين اصحابنا عم فكر انه بعد ما نعمل مثلا لنقول عملنا 10 15 بس لحظه هويدا سوري ما عم بلحق عليك الفوتوشوت بدك نصور هون ولا نصور برا بنسال نايمن يعني في دبي ولا برا في يورو لا احنا بدبي لانه في عنا شو عم نعمله اكيد خيلي يعني بتقولي لمروة تخيلي وش مروة اقولها مثلا نصور في ايطاليا ايه والله بدنا نطلع نعمل فوتو تعالي نعملها فيها العشاء اللي بعده امتى راجع من بيروت بحد يخبر في التليفون اقول لها حبيبتي احنا قررنا انه احنا نصور في ايطالي ايه بليز وبدنا الكرو بدنا الكرو كله معنا متفقين معنا انتم بليز شباب ما حدا يقول لك ايه ولا احنا قررنا ولا في امريكا بالصيف اوكي وقولي لي وات از ذا ثينك اللي تبغين تسوينا فريندلي ما فهمت عليك ايه شو عم بيخطر لي انه نحن نجمع هون مثلا ست سبع اشخاص لنقول 10 حدا من رفقاتنا مثلا ستات صالون انه مو اوفيشال يعني شغله هيك فريندلي تكون اوكي ونرجيهم الفساتين ويعطوهم راينا لانه البايرز هن بيعرفوا شو فيري نايس ايديا بنعود بنسالهم شو رايهم اوكي بالشغل يا مثلا ممكن ملاحظاتهم تفيدنا انه نرجع ندخل لاين جديد نغير شيء انا انسانه كثير لطيفه وانا very flexible وبقبل النقد بس اذا حدا منهم هدول 10 بيفتح تمه بكلمه على اي فستان ما حنبيع هويدا اذا صرتي لطيفه ما حنبيع لا ليهم ولا غيرهم خصوصا انه الشباب موجودين حتصير فضيحتنا بجلاجل تمام فخليكي لطيفه ولا عن جد اذا بناخذ فكره انه كيف ماشيين صح قبل ما نكمل كل الكولكشن ونروح لللونشينج تبع البراند الفوتوغرافي بلشت معي لما كنت تقريبا عمري شي 17 سنة بلشت نميها الهواية أول كاميرا كانت لقلي ديجيتال كنت عم باخد شوتس هيك زيادة زيادة وعالم شافوني أنه you have the eye و you have the eye of photography وهيك فبلشت بصراحة نمي حالي اتعلم على الانترنت روح وروح هيك بسيشنز لانه راسي كثير عم يجاني عم تقول ما عاد بدنا نشوف وجهك خمس دقائق فيك تتحملهم ما رح احكي لك ما بحب جيب حدا معي لانه بيطوش لي راسي بينضلوا ينق فوق راسي امتى بدك تروح وامتى بدك تجي ويلا ويلا وسقعت وما بعرف شو اوكي بينضلوا فوق راسي ويلا يلا فبطلت كنت جيب حدا بس بطلت جيب حدا لهيدي الاسباب الخاصه اوكي
هيدي مانا لطشة لحدا، بس هو لازم يعرف هيدا الشيء. تاني شغلة يلا بتأشر لك جي you want her مستحية مني روحي حبيبتي روحي اوكي من اللي عندك يعني. ناس كتير روح بالمفروض خلصوا ياحو الو مرحبا هلا ايوه ميسا مغربي هلا هلا نور هلا حبيبتي كيفك شو اخبارك سوري بعتذر منك ما عرفتك ايه طلع لي رقم لبناني فكرت الشركه اللي في لبنان لا ابدا اعوذ بالله واجب انت اللي شكرا حبيبتي طبعا اشكرك على شجاعتك لانه مش كل الناس بيقدروا يطلعوا على التي في ويقولوا بتمنى لك كل التوفيق حبيبتي الله يخليك ويسلمك شكرا شكرا كثير ان شاء الله باذن الله اذا جينا لبنان قريب بنشوفك اوكي حبيبتي مع السلامه مين هاي نور شفتيها هاي نور اللي عملنا مع طريق مع جمعيه كفا ايه عم تشكرك شافته يعني هي مبسوطه بتقولي انا ميسه مبسوطه انه انا تخلصت من خوفي بس شفت حالي على التي في تقولي انا هلا ممكن كنت بحكي بس انا هلا بفعل حلو هلا لسه وهذا كله ما طلع كل الاشياء اللي عملتيها حلو بتنبسطي انك هيك حلو كلمه شكرا احلى من اي شيء ثاني اتصال نور خلاني احس بمسؤوليه مضاعفه خلاني احس ان هذا الدوكيومنتري لازم يكمل في اقرب وقت وانا هذا الشيء يعني قاعد يعني يسوي لي قلق داخلي لان عندي كثير اشياء لازم اسويها في دبي فان شاء الله الله يقدرني يا رب وافي بالمهمه على اتم وجه ما راح اوقف الدوكيومنتري يعني طبعا هلا راح نشوف هلا بعد هي الشكر لا بدك تعملي 10 دوكيومنتري لا فيش 10 وايد واحد ممكن اشياء ثانيه غير لا هو بتعرفي هو كثير حلو هو كثير حلو انت كنت انا كنت بالاول مستغلظه الفكره والله العظيم ثقيله يعني انا بتعرفي شغله في اشياء بتحسي حالك اذا بتقربي عليها بدها توجعك حلو نحن ما نعرف عشان ما نتعب بس على المستوى الاكبر والاهم على مستوى المجتمع اللي حنا افراد منه ومسؤوليتنا المجتمع لازم نعرف لان لازم حتى لو ما قدرنا نغير شيء اقل شيء نحاول لان اذا حاولت وغيري حاول بيصير في اويرنس بيصير في وعي في السوسايتي في المجتمع انه احنا ممكن نحاول مش شرط ان احنا نقول واعتقد محاوله تلو الاخرى ممكن تجيب نتيجه وممكن يصير في فعل بدل المحاولات بتخافي تقربي عليها بتخافي على حالك انه هيك بتعرفي الحلقه تبع اللي صورت فيها انا بشاره يوم هربت منها لما رحنا على أرطبة جاني عليها كومنتس على التويتر على كلهم على الولد الصغير اللي بيعمل كراتين التفاح انه بيقولوا ميسا ليش ما بتعملي شيء بتتحركي في هذا الاتجاه انه تبع يعني شيء لحقوق الطفل في العالم العربي قلت له لو بتشوفوا شوارع المغرب وشوارع مصر وشوارع السعوديه اللي في جده هذول اللي بيشحتون يعني اوكي احنا فينا نحاول بس المجهود الفردي ما بيكفي كنت في غصه داخلي انه ولد مثل هذا لازم يكون مثل ماجد بسم الله عليه مثل كل الاولاد اللي في عمره قاعد يروح على المدرسه يعني الحد الادنى مش انا ما اتكلم عن الترفيه بس الحد الادنى من حقوق الطفل فممكن ان شاء الله يا رب اذا هذا المشروع الوثائقي كان مثمر ممكن يكون المشروع القادم هو شيء عن حقوق الطفل بس بعدين لما بتحسي حالك عم تعملي عم تقدمي مثلا لهي الست انه عملتي لها شيء انه لا بلا لازم الواحد يعمل يلا حبيبتي انا ما راح خلاص جايه شفتي بيأشروا لك لك اي خلاص روحي حبيبتي الله يعينك انا خلص شبكي بدي اروح انا كمان عندي شغل بروح غير بروح على المكتب باخذ لي ساندويتش في الطريق يلا باي شباب سي يو ليتر اشوفكم في المكتب مش انتوا غيركم يلا باي 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 يلا باي دودي بس اتس اميزنج ها سوري اتس اميزنج يا
هذا شو اوفير تبع البوس لهيدا السيزون والله يس سكوت درسته حلو كثير على فكره اي باي هاند معمول الدرز اللي مبينه من قدام مبينه دروجي درس ريلي تحت الفحص ما بيت انه هو بيتعج ما هيك لو مش مفترض ابدا ما بيتعج الجلد الطبيعي عاده ما بيتعج This one. يطلع هلا كبير تعرف شو خيي عن جد هو يلي مهتم فيي من اول ما خلقت تصدق لازم نشوفه يعني اكثر من اهلي لازم نشوفه اكيد هو خايف بس مش من الاهل لا اهتم فيي كثير وتخيل قديش يعني ضل وراي وراي وبعده وراي لهلا ان شاء الله على طول بضل إله معزة كتير كبيرة عندي فبدي أخذ له شي كادو عن جد هيك قد تعرف أنت يلا هاي ريم هاي بنيو كيفك حبيبي كيفك حبيبي everything is okay تمام اليوم آي شوت شو مكياج اليوم آي شوت ها أوكي جايين معاكي يعني طب جاي معي الحين لحقيني بس يجوا خلي سكرتيرتكم قولهم يجون والله الله فيهم داكور اوكي في انا شفتهم من يومين بس انت ما كنت فاضيه عشان يور بيبي اوكي اوكي حبيبتي اوكي اوكي ضايقينك الشباب لا 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 عادي ضايقينك لا, لا 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 انا نسيتهم اصلا اوكي معكم ريمي ليد ميديا بي ار مانجر لشركه مايسا مايسا مثل ما الناس كل عارفين غير انها ممثله هي ما شاء الله يعني تعتبر مراه شامله يعني منتجه ممثله وقريبا ان شاء الله مخرجه وانا نعرفها من زمان يعني من 4 سنين وكل ما في مشروع يكون فيه سينما كل ما فيه سيناريو نكون معاها بما اني انا مخرجة سينما فتربطنا هاي العلاقة الاثنين حبنا للسينما انا سعيد كثير باني اليوم زايرك بالمكتب ثانك يو اهلا وسهلا شرفت وفيني سميك سيدة النساء العربيات مصيبة النساء العربيات هلا اللي جاي أعظم إيه أجل عين وخير شو يا يوسف؟ شو رأيك يعني أحيانا في حضرة الجمال السكوت أفضل رغم إني شاعر أنا بس الحروف عم بتضيع ما بعرف ليه طبعا هو حكى لي مشاهد كثيرة في من كم يوم قعدنا تعشينا مع بعض وحكى لي وسرد لي مطولا بس انا طلبت منه انه يسوي لي طبعا برزنتيشن كامل ويجي حسن جابر من الناس المجتهدين كثير انا اعرفه من زمان ومنتج ذكي انا حسن جابر منتج سينمائي وتلفزيوني صاحب شركه الاي شوت اي شوت هي شركه انتاج وجينا اليوم لحتى نمضي العقد مع ميسا لانه هي حتكون بطلة فيلم من انتاج الاي شوت هذا مفاجأة من الطبخة الكبيرة نحن بصراحة اليوم الزيارة اللي تكون شباب I wanted to see this عشان I'm impressed I like wow. this yes. حبيت كتير حلو عندنا فيلم حيقلب موازين السينما العربية بالنسبة من ناحية الفكرة والتمثيل والدعاية والإعلام شفتوا؟ هيدا أنت نحن بنشوفك ب It's nice بالنسوان نسوان حلو أساسا العنوان مستفز مستفز مثل ما أنا مستفز نحن نسوان وميسا مغربي قمة الاستفزاز الله يخليك الله يطول في عمرك هيدا زيارة ميسا بصراحة هي نحن بشرفنا بأنه تكوني معنا بفيلم النسوان اللي هو حيلاقي النور قريبا واللي حيكون فيلم من نوع آخر وحيقلب السينما العربية إن شاء الله يا رب بالكوميديا السوداء أنا الشاعر والكاتب يوسف سليمان أنا مؤلف وكاتب سيناريو وحوار فيلم النسوان اللي اليوم عم نجتمع مع ميسا المغربي كرمال تكون بطلة الفيلم معنا نحن بنعرف اليوم الفيلم يا بيخاطب الجوائز بالمهرجانات صح. السينمائية العربية والعالمية يا بخاطب شباك التذاكر لليوم ما نوجد فيلم عربي يعمل ميكس بين اثنين فنحن هذا الشيء اللي عم نحاول نعمله طب قول لي يوسف يعني هو التريتمنت ايش هي دراما ولا كوميدي هو بلاك كوميدي اوكي كوميديا سوداء جيد جدا بيتناول موضوع حقوق المرأة لكن بأسلوب مختلف
بالعاده كلنا بنعرف انه اي فيلم بيتناول حقوق المراه المرأة تضرب، تغتصب، تهمش، تتعرض للتحرش إلى عدة تعديات. أنا لا، هذا الموضوع مش موجود نهائياً. حاولت شرب الناس اللي بيتعدوا على حقوق المرأة من نفس الكاس. حلو. بأسلوب درامي كوميدي خفيف جداً. الحوارات والممثلين بقمة الجدية بس الموقف مضحك. هذا هو أنت جيت البيت القصيد. أنا دائما أعتب يوسف على كل الناس اللي بيكتبوا نصوص كوميدية سواء في التلفزيون أو في السينما أو في المسرح، الإسفاف والتهريج. إنه أنا إلى الآن ما صادفني، جاتني نصوص كثيرة مختلف اللهجات حتى المصرية، ما شفت إلى اليوم نص مقنع يعتمد على كوميديا الموقف. ما في، كله بيطلب من الممثل انه يصير اراغوس. شو اخبارك؟ اهلا وسهلا. مشتاق لك. ازيك يا عباس؟ فينك من زمان؟ انت وين؟ بقالي فتره مش شايفاك. والله منور انك تفضل. شكرا شكرا. تفضل. والله تشرب حاجه؟ لا ما بدي اجيب لك حمام محشي. لا انا بدي اجيب لك حاجه هالمرة لما نشوف ايه اللي هيجي منك يا بيس. بدي اقول لك شغله. لا حبيبتك دي هناك، دي ريتش بقى. بعرف بعرف. عايزه مني؟ بدي منك طلبيه، اذا فيكي تعملي لي اياها. يعني بعمل لك اللي بدك اياه. شو ما بدك بعمل لك. بدك توصلي لي هيدا الغرض على دبي ده بحيث ان انا طلع طياره انا واصحابي. مازال هيك رايحين اللابتش. يعني هيدا الغرض اشتريت له اياه لخيي وبيعني لي كثير. ما تخيلي قد ايه بيعني. وهيدا المحل. مين خيك ده؟ خيي بدبي. هيدا المحل انه كثير قوي، بجيب كل شيء اصلي وايطاليانو وفاشن مارك وفاشن يعني ماركس وهيك كثير مهم. اذا بدك فرجيك عليه يعني الصبات. لا فرجيني. ده هو صبات؟ ليكي كوندونس وقصص. لا وريني اتفرج. لا ما فيي فرجيك. طب انا اقول لك لا خلي في مكتبك. طيب اوكي. اوان بس والنبي يا بيسو. والنبي الفراولة تبقى طازة. ايه اكيد غيره. بس دلوقتي تعالى انا بنتكلم كمان شوية نشوف لو محتاجين حاجة. هاي ازيك يا زين؟ بعت ايميل وكنت anyway يلا باي. ايه كيفك ماشي الحال؟ منه ما يصير لك. منه ما يصير فرلت. ايه شو الوضع بده يكون معي؟ شو الوضع الوضع انه نحن هلا عم ننقل كلنا على دبي. ايه هلا اخر تكه بدي نقول كل شيء عم بيصير هونيك. هلا كنت طالع هلا انه في شيء، انه انا صار عندي شيء نوع من الزهق، يعني انه عم بيجي اقعد يعني بدي اقعد معاشي اخر الشهر بس مش عم بشتغل شيء. بس لشو حرام يعني بطلت بدي تروي اعصابك انت اهم شيء، لانك ما في شيء بنحل هيك. بقليت ما فيش مجال اسال هالسؤال، انا بخلي لها بس تروي اعصابها مش عم اسال هالسؤال. طولي بالك ما بيأثر. اوكي ميرسي كثير عن جد. يعني ميرسي انه بتفهمني. ولا يهمك طولي بالك. وانه بتحس مع العالم هيدا اهم شيء. يعني شو بدي اقول لك؟ شو كيف كان سفرتك؟ منيحة. جود. لازم احط السانتور. اي اكيد. سفرتي كانت كتير منيحة وما صدقت وصلت لهون لانه سقعة كتير كان ببيروت. دخلك وين بشارة؟ بشارة ما قدر يجي لأنه ما كان بلاند أنه نجي على دبي. فهو كان عنده قصص تانية مفروض يعملها ما أنه قادر يجي. بس قال لي تقلك لألك تعطيني رقم حدا يقدر يساعدنا كرمال الشوت. أنت بتعرف حدا؟ أي دفنتلي. شو بدك فاشن ستايلس؟
انه ايه بالمبدا ستايلست إيه. اذا فيك تعطيني رقم حدا بيكون كثير منيح. ايه اكيد ايه ما ضروري هلا هلا اذا شيء بس نوصل على الاوتيل بتعطيني بدك تعطيني عده ارقام او في حدا معين انت في واحد بعرفه اي ثينك هي فيتس مطرحها بشارع. اه اوكي جريت كثير منيح. البلاك كوميدي اصدق انا بشوفه لانه بتحطي ايدك على الجرح عند الناس بس بابتسامه بلطف بابتسامه بلطف فاي حدا عم يحضر بيقول الطير يرقص مذبوحا من الالم. احيانا احنا نضحك على نضحك على اوجاعنا حلو ليش لا طبعا. هو فيلم لبناني اخترنا المخرج يكون مصري لنعطيه هيك روح الفيلم العربي العربي وما شاء الله كمان محمود كامل عنده تجربه سينمائيه ناجحه هو النص مكتوب باللهجه اللبنانيه بس هو عربي عالمي اذا بدك يعني ما عم بيعالج مشكله ببلد معين لا هو عم بيعالج مشكله العالم كله عايش فيها صح يونيفرسال بالضبط ما بتختلف كثير ولل... شوي يعني نسبيا في فروقات نسبيه طبعا بس حتى وهم حريه المراه شكرا انا حبيت كلمه الوهم وهم حريه المراه بالحق خاطر بليز اعتمد الوهم ما في شيء اسمه حريات لا ما في شيء حريات بشكل عام الحريه بالمطلق مش موجوده مطلقه صح ليش خسرت هاي في شيء بينحس وبس ما بينحكى بصراحه هيدي كمان اللي اشرف على هيدا البوك جيهان أعطيك العافية الله الحلو ما بيطلع منه إلا الحلو طبعا تسلمي هلا بما انك جاي من السقعة والبرد وهيك حيحكي تغلي على البحر ايه ايه اكيد قديه بدنا لنوصل على البحر خمسة دقايق نحن كثير قريبة اوكي شيء نحن وين هون شو اسم المنطقة هيدي اسمها جميرة جميرة وقتها جيت قبل جيت عليها وهيدا البحر بعد ما قشعت بدي اوصل ايه على البحر هيدا هون لكل العالم ايه انه اتس ايه بكل دبي اتس بابليك بيتش ما في ما في حدا ياخذ بحر وحدا لا هلا رح اترك كل غراضي بالسياره ايه دانيال اوكي ما في مشكله انا جدا متحمسه طبعا الفيلم نسوان بدي اشوف ليش هي وافقت من غير تردد اكيد عندها ثقه في الـ في الـ في اصحاب العمل اللي اقترحوا عليها العمل وخلص بتمنى لها التوفيق فيه وانا متاكده اذا هي حابه هالشغله رح تبدع فيها مثل عادتها مجرد ان يكون يوسف هو كاتب السيناريو فانا متاكده انه في عمق كثير هذا سكريبت ما رح تشوفوه شباب This is top secret. اوكي هذا سكريبت هذا انا بس فيكم تشوفوا انه هو اسمه نسوان اوكي وانا بقدم لك هذا النص خطتهم انه يكون العمل بمستوى عالمي ان شاء الله يا رب الله يكتب لهم ويكتب لنا النجاح اتفقنا مع ميسا الامضاء خلاص ورا يو جوت ماي سيجنتشر هات هات يعني احنا مبدئيا امتى اوليفر هيدي بدها صورة بدها تصفيقة كمان صح المفروض ان شاء الله ب 15 او 20 الشهر القادم شهر 5 نبلش التصوير ننتهي من التصوير ان شاء الله قبل رمضان كريسمس نيو يير ان شاء الله بيكون العرض بالسينمات معزومين انتوا شباب اكيد الكل من هلا انا شباب بعزمكم كل اللي موجودين هون وكل اللي حيشوفونا فيلم نسوان من بطوله ميساء مغرب طبعا ريم 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 حتموت كلي كيف ما قريتي كيف يا ميساء ريم طبعا مخرجة وحسها الفني جدا عالي هي مش بس يعني بي ار مانجر في الشركة لا يعني انا اختياري لها ما كان من عبث لان في توارد خواطر بينها وبتفهمني حتموت مني تقول كيف توافقين قبل ما تقرين قلت لها حبيبتي انا قريت لا لازم نقرا من جلد لجلد قلت لها هذا اللي حيصير فالله يعيني عليها بعد الكونفيشن تبرم التلسكوب هيك على القمر وين القمر اصلا موجود فوق القمر هون موجود فوق ف
بتنزل هيك وبتعمل التلسكوب هيك بتبلش بتطلع هون وفوق القمر مبينين هود البورز اللي بقلبه والديتيلز فيري ديتيلز لما تحط ال 4 مليمتر حيبين كثير ديتيلز بس شو بنفس الوقت حتخسر ضوء شايف هذيك النجمه هون هاي المضوئه شايفها هيك شو حلو بالسماء باحلى نجمه بالعالم شو هالنجمه بالعالم رح تكون نجمه شو رح يكون شكلها ما هي مغربه شو بك ما بسامع فيها